السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة، مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات موني. اليوم ان شاء الله غندير العجين المورق بطريقة سهلة وناجح مليار في المية. بقاو معايا ان شاء الله مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا عندي واحد نص كيلو ديال دقيق بيض مغربله، كاس لاروب ديال الحليب بارد، وكاس ديال لاروب ديال الماء حتى هو بارد، بيضه، واحد 40 غرام هنايا ديال الزبده حيوانيه، معلقه كبيره ديال السكر، ومعلقه صغيره مسوحه ديال خميره الحلويات، وواحد شويه ديال الملحه. نبداو على بركه الله. بسم الله، راح ندير واحد الطريقه ديال الملحه. هذه عجينه تليق الملح والحلو، عجينة مورقة الملح والحلو، ماشي غير الملح. تيش درنا مليحة وغندير السكر باش يكون داكشي موحد. هاد معلقة صغيرة ديال الخميرة، بسم الله. أنا هنا راه دقيق مغربلاه مزيان، خلط هاديك الملحة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذيك البيضه، وغنضيف حتى الزبده. بسم الله، الزبده قطعتها طريفات صغار، ندخلها هنايا في العجينه. انا دايره الحقيقه الزبده بارده، داكشي علاش نصاب ليها مزيان. ونبقى نضيف الحليب، عاد نشوف الماء شحال غدخل ليا تقريبا. مزيان، بسم الله. غنكب هداك الكاس لاروب ديال الحليب بارد، هكدا ونجمع، و إلا خاصني الما غنبقى نضيف شوي بشوي. أنا غنشوفو، أنا درت ليكم كاس لاروب حتى نشوفو. العجينة هي هادي، زدت واحد ربع كاس ديال الماء، يعني راه كاس كاملو تاع الماء. تكون شوية قاسحة، ماشي جارية، عادية هاي قاسحة بعقلها. غنوزنها، الوزن ديالها التلت ديالو كنديرو الزبدة. هاهي 900 غرام، غندير التلت تاعها الزبدة. نصير بمية وخمسين، دابا غنحتاج تولي تاع 900 و 300. أنا غنخدم بمارغرين ديال التوراق، يمكن ليكم تستعملو هادي أولا أطلس، دا مزيانين، هي تاع 500 250. الله، الله يعطيك 300 غرام، زيد 4-5. هاي هنا من بعد ما ورقت الزبدة، بسم الله، ناخد العجينة، ناخد كاس بلاستيك، ونسرح العجينة ديالي. العجينة هي هادي، ورقتها على مصطفى.
هنا بسم الله. انا هنا كندير بحال سويسرا، جمعتنا غير الجناب باش ما تخرجش الزبده، ما كنزيرش. تنجي الجناب كي العاده كنديروا جوج الشناك كنضغطوهم وناخذ المدلك ونحاول دائما كنجي من الوسط. ديما نضغطو من الوسط مزيان باش الزبده ما تهربش. نستعملو شويه ديال الدقيق ونسرح. نحاول نعطيها شي شويه ديال العرض. العجينة هي هادي من سرحتها، سنة نطويها على وهذا هو التور الاخراني. يعني كنديرو فيها غير دو تور، كنسرحها غير تور واحد هذاك العجينه هي هذه. من بعد درت التور صافي، عندنا سالينا. انا غنقطع هنايا على حسب القياس اللي بغيتو، على جوج على ثلاثة. انا نقطعها هنا على ثلاثة ونحطها في بيتي تستعملها، غادي تحطها في الثلاجه. ما بغيتي يمكن لك تحتفظ بها. انا غنقطعها هنايا كي اللي غنستعملو، غنوريكم درت بها واحد المملحه خفيفه ظريفه. والاطراف الاخرى غنجمعهم نلفهم بالسلوفان ونوضعهم في المجمد. وهو الفيتاج ديالها. وبالصحة والراحة، اتمنى تعجبكم. العجين ديالي شو تبارك الله الطراق، فيتاج باين، عجينة ناجحة مزيان، ما تحتاج لا تورقي لا تدخل الثلاجة لا والو. سير لو شون كتصاوب، ونتمناو تجربوها وتنال اعجابكم. بالصحه والراحه ومع السلامه. فوصفه اخرى من وصفات موني.